لأنه كل شيء مقبر، كل شيء جامد، ما كيخرج حتى شي واحد، كل شيء تم. وفوكاش ديك البلايص غادي يخواو. أول بلاصة كنعقل عليها خوات بالوفاة، هذا إلا كان رضائي. إلا كان تحرش والطرف الآخر رافض وتشكى أو بمجرد ما غير يلمح فالطرف متحرش، هذاك راه كيمرمدوه تمرميد داخل السجن، وهي المرحلة الأخطر. وهنا غادي نشوف الحبس ديال بصح. الحاجة الثانية فاش كتحتاج هذه القضية ديال الضريح، هذه كانوا كيحتاجوها السجناء كاملين بصفة عامة، خصوصا الناس اللي كتكون عندهم حكم طويل، او حتى الناس اللي كيكونوا مثلا كيحسوا بانهم مظلومين. كتجي واحد الفترات الدورية ديال الاكتئاب، يعني ملي كيدخل لك الاكتئاب كتميل للعزلة وما كتتحمل لا تجمع لا تهضر لا تاكل لا تفرج لا تدير حتى شي حاجه. قلت له شتا كتشوف فيا؟ ما فهمت. واشكر المتابعين اللي كيشجعوا، وكنشكر المتتبعين، وكنشكر التشجيعات ديالهم. وما ننساش نذكر، انا غالبا ما كنطلب هذا الطلب، هو انه يكون الدعم للقناه عن طريق الاشتراك والتعليق. اليوم غادي نتكلم لكم على المرحلة المهمة من الحياة ديالي ومن المحنة ديالي اللي دوزتها في السجن، وهي المرحلة الأخطر. وهنا غادي نشوف الحبس ديال بصح. الحبس راه ماشي غير حيوط وقضبان قرية، لا، السجن هو ديك المعاناة النفسية اللي كيعانيها السجين والضغوط. فمن بعد ما داز تقريبا سنة ديال الطلوع والهبوط في الغرفة الجنائية الأولى، ومن بعد ما هودت عليا المحكمة أو بالأحرى هود عليا القاضي بعشرة سنوات سجنا دون شفقة ولا رحمة، من بعد أزيد من 17 جلسة ديال الطلوع والهبوط طلوع والهبوط طلوع والهبوط، هنا غادي هود عليا بعشر سنين. وبلا ما نحتاج نتكلم على المحاكمة، يكفي أنني غير نشير بأنه الملف ديالي كان فيه تواطؤ ديال واحد المجموعة ديال الموظفين من المحيط ديالي اللي كنت أنا كنخدم فيه، اللي كانوا كيتوجسوا خيفة من أي مسؤولية أنها تعطالي، وكانوا يتوجسون خيفة الحمد لله من الثقة اللي كانت عندي عند المسؤولين، والتواطؤ ديال هذه المجموعة والتواطؤ ديال جهة خارجية وبالضبط الشخصية. وهذه الشخصية كانت فيها واحد الشبكة، إلى بغينا نقوله شبكة ديال تبييض الأموال. على كل حال هذه الشبكة من اللي غادي ندير إجراء قانوني ضدها وبالطرف ومن بأمر من المدير الجهوي للضرائب، وغادي نمارس الصلاحياتي وغادي نمشي نطبق، من بعد غادي تقلب علي الآية. إذا تحكمت بعشرة سنوات، ولكن هذيك عشرة سنوات ما كانتش كافية. علاش؟ لأنهم شافوا تصرفات ديالي أثناء الطلوع والهبوط للمحكمة، وكنت كنغوت كنقول هذا السبب الأساسي علاش أنا هنا، راه السبب الأساسي هو الملف كذا هو كذا هو كذا هو كذا هو كذا. ومع ذلك يعني كانت استمرت الامور، وراكم كتعرفوا المحاكمات يعني كيفاش انها ممكن تكون. اذا هنا فاش تحكمت بعشرة سنوات غادي يهزوني من حي الجيم، وهاد الحي الجيم نسبيا كانت فيه الحياة، وكان حي كيغلي، وكان فيه الجديد، وكان فيه الأخبار، وكان فيه الناس يعني نسبيا كتسنهم أحكام مخففة، يعني كانت واحد شوية ديال الارتباط بالعالم الخارجي، يعني كتشم الريحة ديال الخارج، يعني غير من خلال القفة، من خلال المأكولات، من خلال إلى غير ذلك، يعني كتحس بأنك قريب للعالم الخارجي. من اللي غادي نتحكم بعشرة ديال السنوات، غادي يعيطوا ليا واحد النهار في الليل رقم كذا كذا كذا، نعم، قالوا لي يلا. المهم باختصار غادي يهزوني غادي يديوني عند رئيس المعقل. مشيت وقفت عند رئيس المعقل انا وواحد المجموعه ديال السجناء، درنا واحد الصف يعني بحال العسكر صافي، وكتوقف وكديري يدك اللور صافي وكتسنى، يعني على ديك الطريقه العسكريه كتسنى الاوامر. اذا انا حاولت ما امكن نتكلم مع رئيس المعقل باش نقول له بانه انا
راه انا خصني نبقى في حي الجيم لانني انا باقي ماشي محكوم نهائي، وهذاك الحي خاص بالاعتقال الاحتياطي، انا ماشي محكوم نهائي. بالاضافه ديال انه انا راه كاين هنايا اللي مستهدفني هنايا داخل السجن، وبانه انا ما خصنيش نكون تما مع الناس اللي هما محكومين نهائيا. مع ذلك غادي يسبقني واحد الموظف، وهو من دوك الموظفين اللي كانوا كيقنطوها بيا وكانوا كيضايقوني، وهذا الموظف نشير له بالاسم ديال نبيل، نشير له بالاسم ديال نبيل. هنا غادي يسبقني غادي يمشي عند رئيس المعقل، غادي يوشوش هضر 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 الى غادي ذلك. فجاه الرئيس المعقل غادا تقلب النظرات ديالو وغادي يولي يشوف فيا كانني يعني عدو ديالو. اذا على كل حال هزوني، كتب لي واحد الورقه مكتوب فيها حي الباء غرفه رقم 1، صافي قال لي سير. مشيت لحي الباء، فتحوا لي الحي، دخلت له. داك الموظف مسكين ديال السجن نسيت الاسم ديالو، ربما الحسن، حيت كاين تما جوج ديال الحسن، ربما الحسن. شاف ديك الورقه وتامل فيا مزيان. قلت له شتي كتشوف فيا؟ ما فهمت والو. قال لي المهم عندك الغرفة 1 حي الباء. قلت له هاد الغرفة كيفاش دايرة؟ قال لي المهم عندك حي الباء الغرفة رقم 1. فتح لي طرق، صافي ودخلت. دخلت ريحت، وهاد الغرفة هادي هي غرفة مخصصة لأخطر المجرمين، يعني دوك الجبابره اللي كيكونوا دازوا في عقوبات خطيره، يعني كيكونوا اصلا مجرمين كبار، زائد كيديروا الفوضى في الحبس، ما كيلقاو كيف يديروا ليهم، كانوا كيدكسوهم في ديك الغرفه، بحال نقولوا غرفه العقوبه، هذيك هي اللي جبرت راسي فيها. فبمجرد ما دخلت يعني تاملت بعيني، عرفت راسي بانني كنت غارق في بير، ولكن الان غارق تحت 66 بير. وزدت تأكدت بأنه بالصح أنا في بطن الحوت، وزدت تأكدت بأنه الهدف ماشي هو شي مخالفة ولا جريمة، أنا ما عمري درت شي جريمة، ما عمري درت شي حاجة، شفت الهدف هو السجن. وتأكدت بأنه الهدف ماشي غير السجن أطول مدة، الهدف هو السجن أطول مدة، ثانيا أنه يتعداو عليا او تحماق او تقتل، هذا هو الهدف من الادخال في ديك الغرفه. فبقيت واحد شويه تقريبا شي ساعه، تقريبا ساعه، وبقاو الحوايج ديالي في حي الجيم، بقاو كلشي بقى في حي الجيم. لاحقا عاد غادي يجيبهم لي واحد السيد من العريش، الاسم ديالو دريس، كنتمنى يكون في الاستماع. وداك السيد ما نساش الخير ديالو، ما نساش المساعده ديالو. اذا ملي تاكدت بانني في واحد الكارثه وبالهدف الحقيقي، واصلا جابوني تما وانا باقي مصدوم صدمه قويه من جراء داك الحكم القاسي ديال 10 سنوات. انا في الاول اعتقدت بانه ربما غادي نمشي للفيرميريا او لا غادي يعطيوني شي شوكه ولا شي مهدي ولا شي علاج، الى هذا هو الاعتقاد ديالي في الاول. فاذا به الاعتقاد انا باقي مصدوم بديك العشرة سنوات وكيجيبوني لتما. اذا دخلت من بعد واحد الساعه، سولت واحد من دوك السجناء، قلت له شكون اللي كيدير هنا كابران؟ الكابران هو رئيس الغرفة، الكابران هو اللي كيكون صحيح وقوي وكيكون رئيس الغرفة وكيكون كيعرف كل شيء، وغالبا كيكون هو المسيطر، غالبا كيكون هو المسيطر، يعني كيكون صحيح. قال لي الكابران فلان، ولكن اللي بيدو الشغل كله اللي كيحكم في الصغيرة والكبيرة هو فلان، سميتو عمر. مشيت لعند عمر، حيت صافي ديك الساعة تأكدت الهدف علاش جابوني أنا تما. مشيت لعند عمر،
قلت له خي عمر السلام عليكم. قال لي عليكم السلام ورحمة الله. قلت له خي عمر ماشي مشكل نهضر معك واحد شوية. قال لي تفضل. صافي وقلت جلست حداه في الكامة. قلت له خي عمر بغيت غير ندردش معك. قال لي تفضل الخاوة. قلت له بغيت غير نقول لك انا شكون وعلاش جيت لهنايا وكيفاش ومنياش والامور كامله. قال لي خذ راحتك الخاوه. وعطيته التفاصيل. قلت له انا فلان بن فلان، ها فين تزاديت، ها فين قريت، ها فين مشيت، قريت في الرباط، درت السلك التالت، هو واخا ما كيفهم. المهم على كل حال شرحت له ها فوكاش توظفت هنا، ها البلاصه اللي توظفت فيها، ها شحال دوزت في الوظيفه العموميه، ها علي جابوني، ها الفيلم كيفاش تركب، ها الامور هو متبع ها الفيلم كيفاش تركب، ها كيفاش وقعت المكر، كيفاش وقعت الماكيده، كيفاش داكشي تلبس، كيفاش داكشي تصايب، حتى دزت عند سميتو القاضي التحقيق حتى الوكيل. قلت له الا وعطيته التفاصيل بغيتي تسول عليا خي عمر ها فين كنسكن، عطيته بالضبط ها السيكتور ديالي ها فين، بغيتو تسولوا عليا في القهوه الفلان الفلانيه، البلاصه الفلان الفلانيه، الاداره اللي خدام فيها انايا ها هي فين جات، ها الطبقه، ها البيرو، سيروا سولوا، ديروا المسائل ديالكم كلها خي عمر باش تعرفوني انا علاش جيت لهنايا. وبغيتو تعرفوا المعلومات ديالي داخل السجن والمعلومات عليا انا. راه انايا ملي دخلت دزت الحي الف وحي الف وقع لي كذا كذا، بغيت تتاكد سولوا عليا، راه وقع لي مشكل مع الموظف الفلاني والموظف الفلاني، كانوا هما جوج. ومن بعد مشيت لحي الجيم، ها الغرفه اللي كنت فيها، ومن بعد دزت لهذه، ها فين كنت، ها فين كنت، حتى جابوني لهنا. ايوا بقيت كنهضر مع راساتي تقريبا الى بقيت الوقت ما تقدرش يتحكم، ولكن وقت طويل. التقدير ديالي حاليا تقريبا من الساعه حتى لساعتين. وطيلة ديك الوقت اللي كنت انا كنتكلم كان هو هاد عمر كان منخرط في ديك المسائل ديالو كيصايبها، كان كيتعطى الغبرة الكحلة. اش كتسمى الغبرة؟ هي الهيروين، لان الغبرة فيها البيضة وفيها الكحلة. ديك البيضة هي الكوكايين، والكوكايين فيه درجات، ثم عاد هذيك المواد ديال الكوكايين كاينه منها واحد الطريقه كيفاش كتصنع، التصنيع ديالها كيكون تقليدي، وكيخرجوا منها هذه الكارثه ديال هذا الهيروين. وهذا الهيروين اخطر ما كاين في الانواع ديال المخدرات على الاطلاق، وهي اللي كيسميوها الغبره الكحله، وكتباع في واحد البيرسات صغارين كتباع فيهم. الثمن اللي كيكون على برا هو تقريبا 30 درهم، ولكن لداخل الماكينات كتوصل حتى ل 100 درهم. وهذه خطيره بزاف. علاش؟ لان الحجم ديالها لان الحجم ديالها كيكون تقريبا قد الى بغينا نقولوا تقريبا قد العدسه، الحبه ديال العدس. هاد الماده هذه هي من اخطر الانواع ديال المخدرات، بحيث انه المتعاطي لها الى تناول غير جرعتان متتاليتان يعني في يومين مثلا، تداولها اليوم ولا تناولها غدا، صافي كتلصق فيه، كتلصق فيه. وخطيره، خطيره جدا التاثير ديالها، يعني بحال الا كتستعبد الانسان، بحال الا صافي كتملكه، يعني كانها الشيطان يتلبس بالانس. ونادرا ما كيتفك الانسان منها الا اذا وقفت معه العائله، الا اذا كانت العائله كتفهم شي شويه وتديه مثلا الطب النفسي او العلاج او كذا او كذا. للاسف كان كان مولاي بويا عمر كان هذا واحد الملاذ، كانوا الناس كيمشيو تما كيتفكوا منه، لكن للاسف كانت ناضت واحد الحمله صحفيه وقال لك ما نعرف الطب خرافه ما خرافه الى غير ذلك، ولكن لا هذا موضوع بوحده. هذا يعني الناس فهموا غلط، الناس اللي كيكونوا مكلفين بهذا الجانب هذا خاص يكون عندهم تبصر بالواقع، وخصهم يقلبوا على العلاج للحاجه كيف ما بغات تكون. اذا هاد الماده هذه هي اللي كان كيستهلكها عمر، وهي اللي خارجه على الشباب، بحيث انهم اللي كيجي الموعد ديال الولد
او احيانا كيكون راجل كبير ملي كيجي الموعد ديالها كيدير اي شيء، كيدير اي حاجه، كيدير اي حاجه، وناس تخربوا الاملاك ديالهم، تخربوا الاسر ديالهم، تخربت الثروات ديالهم، تخربت بسبب هاد الافه هذه ديال هاد الماده اللي سميتها الهيروين، وعلى برا كتسمى الغبره الكحله، وهي اخطر ما كاين، بالاضافه للقرقوبي وواحد الانواع اخرى غادي نتكلموا عليها لاحقا. وهاد الطريقه هذه وهاد الماده هذه الهيروين هذه هاد الغبره الكحله، انا بيدي شفت كيفاش كيتم بها استعباد السجناء الداخل، يعني داخل كيتم بها استعباد السجناء، وكيتم بها التحرش، وكيتم بها بزاف ديال الامور، بحيث انه السجين ملي كيتحكم واحد المده طويله، فاذا كانت الاسره ديالو ملتفه عليه وعنده شي حاجه اللي كداوم ديك المده كلها انهم يطلعوا عليه الى غير ذلك ويجيبوا له القفه ويجيبوا له المسائل، انا كنتكلم في ديك الوقت، فالسجين كيقدر يصبر، ولكن السجين مثلا ملي كيتحكم مثلا بواحد المده ديال 4 سنين 5 سنين 6 سنين 10 20 الى غير ذلك، احيانا كيتم الاستعباد ديالو الى ما جمعش راسه، بحيث انه كتعطى له واحد الجرعه غير هكا فابور، ومن بعد عاود ثاني جرعه فابور، صافي ملي كتمكن منه ديك الساعات كيولي اوبليجي خصو يخلص. شنو هو الخلاص؟ في الخلاص كيكون طرق متعدده، فاذا كانت عنده العائله ديالو كتجي القفه مباشره ملي كتجي كيدوزها كيخلص بها ديك الماده كامله، ومن بعد عاود ثاني كيجيب الجرعه الثانيه والثالثه والرابعه، والاخر هذاك المزود اللي كيعطيه لداخل هذاك كيبقى يكتب له كيقيد، عاود ثاني ملي كتجي القفه، عاود ثاني بمجرد ما كتجي القفه مباشره كيمشي كيخلص بها. احيانا كنشوفهم كيبيعوا القفه بكل ما فيها، بكل ما فيها، حتى ديك الماكلة الشهيوات اللي كيطيبوا العائلة في الدار، ديك شليضة عديسة أو الحيمات أو كيبيع كل شيء، كتلقاه كيدوز القفة، ملي كنقول القفة راه كيقدروا يكونوا جوج وثلاثة وأربعة، كلها كتمشي كيخلص بها ديك الكارثة، وكيهز منها يلاه كيعطيه منها شي نص سيترو د الحليب ولا شي باكية د الكارو فقط لا غير. قلنا يا اما كيخلصها بهذه الطريقه، واذا كانت العائله ما كتجيش هنا احيانا كيضطر انه كيتعرض للتحرش، وهذا التحرش الجنسي ما بين السجناء على جوج. في الحاله ملي كيكون رضائي هنا كتكون الامور صعيبه على الاداره السجنيه، كتكون الامور يعني صعيبه بالحق، الى تضبطت شي حاجه يعني كيكون الجزاء هذا الا كان رضائي. اذا كان التحرش والطرف الاخر رافض وتشكى او بمجرد ما غير يلمح، فالطرف المتحرش هذاك راه كيمرمدوه تمرميد داخل السجن، هذا كيمرمدوه. وانا طيله هذه المده اللي دوزتها في هذه الغرفه ثلاثه السنوات شفت واحد العدد ديال الامثله، وحتى ملي وليت فيها انا بيدي كبران كانوا بارفو احيانا كيجيبوا مثلا شي سجناء كتكون الاحكام شي شويه مخففه، او لا كيكونوا ناس باقا جداد ولاد ديورهم، او لا كيكونوا سجناء الملامح ديالهم يعني كتغري المرضى بهذه الكارثه هذه. ففي ديك الساعات ملي كيجيبوا شي حاله بهذه الا كانت شي حاجه رضائيه راه ما كتملك قدامها حتى شي حاجه، ولكن الا كان الرفض فديك الساعات اول شيء كنكلفوا بالمراقبه ديالو، كنكلف شي جوج ولا ثلاثه ديال السجناء كيباتوا اساسا 24 على 24، يعني هذا في حاله ما الا هو عبر او لا شك او لا شي واحد شمشم شي حاجه كنقول لهم عسوا عليه حضيوه. ملي كيحضيوه وكيعضبطوا بانه راه كاينه محاوله ديال انه كاين شي حاجه، ديك الساعات كنت كنمشي عند رئيس الحي وكنخبره، غير كنمشي كنخبر كنقول له بانه، وصراحه في السجن كاينه شويه ديال المرونه، يعني كاينه واحد المرونه، بحيث انك غير الا شورتي قلتي لهم هذا الولد هذا بانه راه فلان كيحاول يقيسه، هذيك الساعات كينطلق البحث، والبحث كيكون ساكت، فانت كتبلغ اللي عليك صافي، هما كيديروا الشغل ديالهم، وداك الخانه اللي كيحاول يتعدى يعني كياكل عذابا اليما. نرجعوا لهذا الشيء من بعد. اذا عمر هذا هو كان قاعد كيخدم بداك الهيروين، وانا قاعد كنتكلم حتى سالينا. شاف تاعي قال لي اسمع الخاوه، قال لي انت ما بيناش فيك انسان بالحبس السجن، قال لي هاد الليله هادي
غنوجدوا لك بلايصه فين تنعس. وغدا ان شاء الله نشوفوا شنو نديروا. واخ اذا ديك الليله دوزت باش ما كان. على كل حال الله غليه بمجرد ما تفتح الباب، لانه هذا عمر مسيطر، ولكن كلهم اللي غادي نكتشف راه كلهم هذا يعني كيخدموا مجموعين، وفيما كيدخل شي عنصر غريب هذا الشيء غادي نكتشفوه من بعد، خاصهم يكتشفوه في اقرب وقت ممكن، ويلا حسوا به ها ولا ها كيطحنوه ما كاينش. وهما واخا كيبانوا متحدين ولكن كانوا مقسومين على جوج، كان مجموعه وحده كان كيتراس هذا عمر، عمر ولد مغوغه، ولد مغوغه ولد طنجه، وهذا عمر كان هو المحور ديالهم. الثاني كان جمعهم واحد الولد كيقولوا له عبد القادر، عبد القادر كان من نواحي ديال تطوان، وكل واحد مدير قطب وحاولوا دايرين ديك المجموعه كدور عليه، ودائما هاد الجوج هادو كيدابزوا على السيطره داخل الغرفه، واللي سيطر داخل الغرفه هو اللي سيطر على ديك الحي اللي كنا فيه كامل، هو حي الباء، يعني اللي فرض السيطره ديالو صافي فرض على بحال نقولوا ميريكان، كيكون الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، الحزب اللي غادي يطلع منه الرئيس كيغلب في ميريكان وكيسيطر على العالم كله كيدير فيه ما بغى، هذا هو الحاله اللي كانت تما. اذا ملي كيكون شي حاجه عدو مشترك كيتحركوا كاملين، اذا في الصباح بمجرد ما تفتح الباب خرجوا. مشاو كيشمشموا، مشاو الحي اليف سولوا جمعوا المعلومات جمعوا كل شيء، مشاو الحي الجيم اللي كنت فيها والثاني شمشمو جمعوا المعلومات جمعوا كل شيء، داك الشيء اللي ناقصهم في الصباح مشاو جمعوه في العشيه، لانه كاين جوج الاوقات ديال الفسحه، الصباح كتكون ساعتين وفي العشيه ساعتين صافي. وفي ديك في العشيه ملي سالينا صافي الانسان كلا وشرب هذا الى غير ذلك، عاد مور العشاء ديك الساعه غدا جات النوبه ديال هاد عمر باش يتكلم. تما هذا عمر هضر بواحد الصوت مرتفع، وكانت واحد العاده ملي كيبغي يهضر شي حاجه كتهم شي امر مهم كان كيضرب بثلاثه ديال ثلاثه دقات بيدو، يعني غير كيضرب ثلاثه دقات بيدو الباقي صافي كيفهم بانه الامر جلل وبانهم خصهم يتصمتوا. اذا هنا يتناول عمر الكلمه، وملي كيهضر صافي وقف التلفازه وقف ام بي 3، كانت ديك الساعه ام بي 3 كانوا السجناء كيدير الموسيقى مع راساتو كيغيب يعني صافي كيمشي. في السجن خاص اي حاجه كتغيب على العقل، اي حاجه مطلوبه. تصوروا غير عقار كيكون عادي مثلا ديال كيرخي او لا دنعاس او كذا او كذا، هذا كيتعتبر شي حاجه والثمن ديالو كيوصل حتى ل 50 درهم. اذا تكلم قال لهم من شحال هذه، وحنايا كنبقاو نناقشوا وانتم كتبقاو تقولوا لنا بانه راه الامور غادا تتحسن، بان حقوق الانسان جايه، وبانه من عرف مشات هذه الحكومه جاه البرلمان الى غير ذلك. قال لهم اليوم واش تاكدتوا بان داك الشيء كله على الكذب ولا ما كاينش؟ قال لهم وهذا القول كيردوه السجناء كاملين. قال لهم في المغرب كاينه محمد السادس والباقي غير ما كيديروا والو. انتم كتعرفوا الهضره ديال السجناء. قال لهم ها انتم شفتوا هذا السيد هذا وكيشور ليا. قال لهم هذا السيد هذا هو كان خدام مع الدوله، وها هو لانه غادي نقول لكم انا الكلام اللي نطق به، وهذا الكلام اللي نطق به الا كان غير قانوني اعتبروه مجرد هراء. قال لهم هذا السيد هو كان خدام مع الدوله وكان خدام في الماليه، ولانه ما بغاش يقسم معاهم في الكميله، ولانه ما بغاش يخشي راسو معاهم، ها هما داروا له مونتيف وجابوه لاصق، جابوه صيفطوه لينا. قال لهم اكثر من ذلك قبروه بعشر سنين على 46 مليون يعني على لا شيء، والسيد الصالير ديالو مع البريمات مع كذا مع كذا مع كذا كانت كتوصل ديك الساعات لواحد الصالير مهم. قال لهم ها هما جابوه، وملي حكموا عليه ها هما جابوه لنا. قال لهم هذا السيد هذا، هذا عمر هو اللي كيقول هذا الكلام، قال لهم هذا السيد هذا جابوه لنا باش يا اما نقتلوه واما نذبحوه واما نحمقوه واما نخسروه. قال لهم وحنايا راه جمعنا المعلومات ومشينا تاكدنا.
هاد السيد هذا هاد الكلام اللي كيقولوا، قال لهم هاد السيد هذا جبرناه رويجل على برا في الزنقة، لأن على برا كيسميوها الزنقة، قال لهم جبرناه رويجل في الزنقة ورويجل هنا. قال لهم في الزنقة عياو ما يضغطوا عليه كيقولوا له غير اشترك معاك واحد المجموعة جيبها لينا باش تهي تخلص، يعني باش تهي تمرمد. والسيد ما بغاش، كيهضر على راسه وكيدافع على راسه، هذا السيد هذا راه رويجل. قال لهم رويجل هنا في السجن راه دوز مع فلان وفلان جوج الموظفين، وعياو ما يضغطوا عليه وعياو ما يديروا له عياو كذا وعياو كذا، وما عمره قبل انه يولي مبلغ او يولي برقاق او يولي حسراف او كذا او كذا. قال لهم هذا الرجل هذا، هذا الكلام ديال عمر، قال لهم هذا الرجل هذا ابتداء من اليوم محطوط على الراس ديالنا كاملين، اللي بغاها نجيبوها له، تليفون، ماكله، جرائد، اللي بغاها نجيبوها له. وراه من بعد راه غني عرضوا شي مسائل، وكنت انا كنكذب، ولكن للاسف كاينه في هذا الواقع. كان في بعض الحالات من اللي كيشوفوني انا حزين، لان من اللي كنت محكوم بعشرة كنعيا ما تقاوم، كتعيا ما تقاوم، ولكن كتجي بعض اللحظات كيدخل عليك الحزن، وكيدخل عليك هذاك الاحباط والاكتئاب، وكيكون داك الاكتئاب حاد، واحد الاكتئاب كيكون خايب خايب، يعني ما تتمناه لتا شي واحد. كانوا غير بالطريقة ديال المواساة، هادو راهم اخطر المجرمين اللي دخلت عندهم، اللي داوني عندهم باش يذبحوني ولا باش يقتلوني. كان كيجي عمر هذا ولد الاولي، والثاني عبد القادر راه كان مشدود على حتى هو عنده المؤبد، كانوا مساكن كيجيو غير باش يواسيوني. واحد المره شافوني دخلت في اكتئاب خطير، كيجيو مساكن لعندي بجوج كيتفاهموا بالعين، كيقولوا لي يا اخي عبد القادر اسمع، عطينا غير الاسومات ديال هاد الناس اللي مدايرين هاد الشيء ولا عليك. كنقول لهم لا، بعدوا مني، ما عندنا ما نديروا بهذا الشيء، يعني الحق ديالي انا خصو يجي بالطريقه القانونيه. اذا هنايا قال لهم بان هذا السيد من اليوم محطوط فوق الراس، واللي طلبها رحنا غادي نجيبوها له، وما حد حتى شي واحد، وما غادي اذي حتى شي واحد، واللي قالها هي اللي غادا تكون. هذا الشيء راه باختصار. مهم نسبيا انا ارتاحيت، نسبيا ارتاحيت. وهنايا هذه اللي غادا تكون من احد الامور اللي غادا تسبب انقلاب في الحياه ديالي، وحتى النظره ديالي للحياه ككل، الدنيا ككل. وباقي كنقولها الى يومنا هذا، انا راه انا جبرت في اخطر المجرمين، جبرت فيهم الاخلاق اللي ما عمري جبرتها عند الناس اللي غدروني، والناس اللي خواو بيا، والناس اللي خدلوني، والناس اللي كان قلبهم كحل عليا وما درت لهم حتى شي حاجه. هادوك يعني ملي كتقارن هادو بهادو، لولا ديك الجرائم اللي داروا ديال القتل لكانوا يعني في المصاف ديال الملائكه. انا راه ما كنفضل حتى شي مجرم، وما كنلمع الصوره ديال حتى شي مجرم، راه المجرم اللي مجدود على القتل مجرم، واللي تعدى راه مجرم، واللي قريصه راه مجرم، واللي دار شي حاجه راه مجرم. ولكن كنقول لكم انا كنصنف غير من ناحيه المعامله معايا انا. اذا هنا نسبيا ارتاحيت وخديت شويه ديال الاطمئنان، هذا راه نسبيا. وغادي ندوز في هذه الغرفه، الظروف في هذه الغرفه كانت يعني اكفس من ديك الظروف اللي دوزتها في حي الف وفي حي الجيم. هذه الغرفه هذه كانت من ناحيه المساحه اقل، وكانت الاكتضاد، وكانت كانوا الناس اللي فيها كانوا المؤبدات 20 14 16 18 30 هما اللي كانوا. وبسبب هذا المشكل هذا غادي نبقى كنعس انا في ذاك الكولوار اللي الوسط عام وانا كنعس على الارض. علاش؟ لانه باش تشد النوبه ديالك وتطلع للكامه، باش تشد النوبه ديالك وتطلع للكامه خاصك مثلا شي واحد عنده الكامه خرج،
ديك الساعات كيلتحق واحد وانت كتشد النوبه ديالك غادي وكتكحز كتكحز كتكحز حتى كتوصل للراس مع يعني كتخوى الكامه. الكامه هي الناموسيه، ملي كتخوى انت كتشد الناموسيه. انا بقيت معام علاش؟ لانه كل شيء مقبر، كل شيء جامد، ما كيخرج حتى شي واحد، كل شيء تم. وفوكاش ديك البلايصه غادي يخواو. اول بلاصه كنعقل عليها خوات بالوفاه، الثاني بلاصه غادا تخوى بترونسفير، وبقينا كنتسناو دو شحال من شهر عاد تخوى بلاصه، شو شحال من شهر عاد كذا، شو شحال من شهر. والنهار اللي خوات البلاصه هذاك بالنسبه لي انا بحال شي انسان متشرد، شي انسان متشرد واحد الساعه عطيتيه السوارث ديال الفيلا. هذا هو الاحساس، كان يوم عظيم، الفرح والسرور، وتشتري لهم منادى حيت انا ما كنشربش منادى، اشتري لهم منادى ودير لهم العصير، داك واحد العصير كان غبره يعني في الماء، وهذا وفرق على الدراري وباش تحتفل. علاش؟ قالاش كاين؟ قال لك اودي خايب قادر راه دبار على بلاصه، راه وصلتو البلاصه، وصلتني انا البلاصه، الدراري مساكن تعاملوا معايا مزيان، قالوا لي خي عبد القادر اختار دابا مادام عندك بلاصه ديالك تعزل هنا اي بلاصه ديال اي واحد فينا احسن بلاصه سير ليها وهو يمشي لهاد البلاصه اللي خوات. قلت لهم لا خلوا لي هاد البلاصه، كانت عجبتني لانها جات في القنت يعني في الاقصى ديال البيت اللي كان. قلت لهم هي خوات الفوقانيه، اعطوني انا التحتانيه، هذيك اختاريتها. علاش؟ انا غادي نجيب لكم علاش. لان كتدرقها بواحد ليزار في العشيه، كتدرقها بواحد ليزار من هاد الجهه، كتولي تقريبا بحال داك الدربوز بحال الضريح، لان الكامات كتكون ناموسيه فوق ناموسيه. هادو هما الناموسيات ديال الحديد. انا اختاريت هذيك التحتانيه باش كنديروا ريدو هنا وريدو هنايا، وانت الداخل ديالها بحال في الضريح. وهذه كتكون مزيانه بجوج ديال الحالات. الحاله الاولى هو ملي كتبغي مثلا الخلوه، ملي كتبغي الخلوه انك مثلا تصلي في راحتك او تذكر الله في راحتك واحد المده مثلا طويله، او مثلا تقرا القران واحد المده طويله، هذه كتنفع في الخلوه. يعني اول مره غادي في ديك الغرفه في هذا ديال الاخطر هذا، هنا اول مره غادي توفر لي الظروف ديال انك تختالي وبانك تهضر مع الله وتعبد فرحتك. الحاجه الثانيه فاش كتحتاج هذه القضيه ديال الضريح، هذه كانوا كيحتاجوها السجناء كاملين بصفه عامه، خصوصا الناس اللي كتكون عندهم حكم طويل، او حتى الناس اللي كيكونوا مثلا كيحسوا بانهم مظلومين. كتجي واحد الفترات الدوريه ديال الاكتئاب خطير. هذه الفتره هذه احيانا كتدوم حتى لشهر، يعني ملي كيدخل لك الاكتئاب كتميل للعزله، وما كتتحمل لا تجمع لا تهضر لا تاكل لا تفرج لا دير حتى شي حاجه. في بعض الحالات كيبني على راسو السجين، كيبني على راسو طواله، قلت لكم المده كتوصل حتى لشهر، واحيانا كتفوت ذاك الشهر. كيبقى غير كتنعس وكتفيق غير في الصباح ملي كيكون الوقت ديال لابيل ديال الحساب، كتنوض كيحسبوك وكتولي تكمل السبات بحال داكشي ديال السلحفات اللي كتنعس 4 شهور 5 شهور، كتولي عاوتاني النهار كله انت ناعس، في الليل عاوتاني حتى كتسمع الوقت ديال لابيل كتخرج كيحسبوك، وكتولي عاوتاني كتدخل عاوتاني كتكمل في النعاس ديالك. الحالة ديالي انا كنت كنهرسها باياش، لان كان اوبليجي خصني نوض، خصك توضا، خصك تصلي، عاوتاني كتكمل. وفي ديك الفترة ملي كتشوف داك الضريح شي واحد، هذا كيكون بحال اعلان بانه هذا راه ما يهضروا حد، ما يهضر مع حد، ما يعيط له حد، ما يسولوا حتى شي واحد، ممنوع عليك تقول له مثلا سلفني او اعطيني شي حاجه او كذا او كذا. يعني كتكون بمثابه واحد الاعلان ديال انه كانه في قبر طيله ديك المده، كتعتبره بانه ما كاينش معاك، ما كاينش نهائيا، كيبقى في ديك العزله. هذوك الريدوات كيتحيدوا غير في ديك الفتره ديال الفسحه، لان في الفسحه كيقدروا يدخلوا الموظفين باش يكونتروليو. صافي ملي كتاكد بانه الامور هانيه، صافي ها انت كتدخل في ديك المرحله ديال سميتو. اذا هنايا في هذه الغرفه هذه ديال هاد اخطار المجرمين،
هنا بدات المرحله ديال الطلوع والهبوط للمحكمه ديال الاستئناف. قبل منها غادي يوقع واحد الحدث اللي غادي يبدل طريقه ديال المحكمه كيفاش كتشوف المشكل ديالي. واحد الحدث مهم غادي يبدل الاتجاه ديال الملف ديالي. الملف ديالي كان في اتجاه انه تقبر اطول مده، زائد انك تمشي لواحد البلاصه اللي غادي تاثر لك على المعنويات ديالك وتطحن لك العقل ديالك وتخسر لك الملامح ديالك او تقتلك او تحمقك. هذا هو الاتجاه اللي كانت كتمشي ليه الامور. ولكن العنايه الالهيه والرحمه الالهيه هي اللي غادا تقلب الاتجاه ديال الامور. طبعا ما غاديش يكون الدعاء مستجاب، ما غاديش يكون الفرج في ديك الساعه، ولكن غادي تاجل واحد شويه وغادي نضرب واحد الثمره، عاد الدقه غادي تخفف باذن الله عز وجل، وغادي يهود ذاك الحكم من 10 سنوات حتى ل 4 سنوات. من بعد ربما الى بقيت عاقل واش 23 ولا 25 جلسه ديال الطلوع والهبوط، واللي عاوني فيها هي الظروف ديال هادو ديال اخطر المجرمين. هادشي غادي نشوفه في الحلقه المقبله. دمتم في رعايه الله.